أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، ويشهدان تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية. خلال لقائه عبد الفتاح السيسي، محمد بن راشد يؤكد مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه. أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام، وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام. وتبادل سموه ومستشار النمسا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية التحرك على جميع المستويات لتخفيف التوتر وتشجيع الحوار والتفاوض لتسوية الأزمات التي يشهدها العالم. هذا وشهد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي مستشار النمسا تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي بين البلدين الصديقين. وقال صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن الشراكة الاستراتيجية تجسد الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتوطيد العلاقات الثنائية، مشيرا سموه إلى أن هذه الشراكة توفر فرصا جديدة لتمكين النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الانبعاثات، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتدعم جهود تنفيذ العمل المناخي الفاعل. حضر اللقاء ومراسم تبادل الاتفاقية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. الإمارات ومصر 50 عاما من العلاقات المشتركة، 50 عاما من الترابط الأخوي المتين، 50 عاما من المصير المترابط المشترك. دامت أخوة البلدين ودام ترابطهما شهورا ودهورا. التقى صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الخميس فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة. يأتي اللقاء في إطار حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية تزامنا مع انطلاق احتفالاتهما بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة ضمن احتفالية ضخمة مقامة في العاصمة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 من أكتوبر الجاري. وقد استعرض صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء التطور المستمر في العلاقات الأخوية بين البلدين، كما تم بحث آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم تحقيق تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار. وقال سموه خلال لقائه الرئيس المصري أنقل تحيات شعب الإمارات التي قال مؤسسها إن مصر قلب العرب ولا حياة للعرب بدون مصر. كما أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد أن علاقات دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية تمثل نموذجا للعلاقات العربية العربية. الاحتفال ب50 عاما من المحبة هو رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط شعبيا واقتصاديا ل50 عاما القادمة. وقال سموه شعب مصر في شعب وفي طوال 50 عاما كانوا
كانوا معنا ومنذ بداياتنا. كانت وستبقى مصر هي السند والظهر والذخر والشقيقة التي لا نستغني عنها. وخلال اللقاء وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدعوة إلى فخامة الرئيس السيسي لتكون مصر ضيفة شرف القمة العالمية للحكومات خلال الدورة القادمة والمقرر إقامتها في فبراير 2023. هذا وتستمر في العاصمة المصرية الفعاليات الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. وللمزيد عن أجواء الاحتفال ينضم إلينا موفد قنوات أبوظبي إلى القاهرة الزميل حامد المعشني. حامد، كيف هو حديث التاريخ والثقافة والأعلام في القاهرة؟ تفضل. دعاء الحديث ذو شجون في القاهرة، الحديث ملهم بعبق التاريخ، الحديث ملهم بالأخوة والمحبة، الحديث هنا يقول المصريون هنا القاهرة، ويرد الإماراتيون هنا أبو ظبي. هناك توأمة جميلة جدا بين جنبات هذا الاحتفال الكبير لليوم الثاني الذي تميز بمضامين جميلة، المضمون الثقافي، الدبلوماسي، التاريخي، الرياضي. هناك قصص تروى هنا بين جنبات العاصمة المصرية القاهرة، يتحدثون عن الإمارات، نتحدث عن حبنا لمصر، عن أرض الكنانة، عن قاهرة المعز. أجواء جدا رائعة وجميلة دعاء. كل متابعي علوم الدار، دعوني أرحب في هذه اللحظات بالأستاذ صالح جمعة السعدي، نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة. أستاذ صالح، ماذا يمثل هذا الاحتفال للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحب نشكر قناة أبو ظبي على تواجدها الدائم معنا ودعمنا في جميع الاحتفاليات اللي تقوم بها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر الشقيقة. يعني اليوم نشهد احتفالية عظيمة تنفذ على أرض الكنانة من بين بلد نعتبرها بلد وحدة، شعب واحد على أرضين. يمكن يوم أمس ترددت هذه الكلمة وأرجع أكد عليها اليوم من خلال شاشتكم، أن نحن صدق شعب واحد وعلى أرضين. واليوم الاحتفالية هذه كانت جاية في وقت مناسب تعكس مدى العلاقات وتاريخها، وليست هي حديثة النشأة، هي ذات تاريخ طويل أرسى عمادها المغفور له الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومشى على خطاه قاداتنا اليوم وشعبه. ونحن اليوم دورنا نعكس مدى الانسجام ما بين هذه البلدين. يمكن اليوم نشوف نحن الإمارات ومصر علاقة استراتيجية، انسجام كامل، اتفاق في الرؤى، قرارات وحدة ما بين البلدين. يعني هذا انسجام نقيسه على جميع النواحي، يمكن اليوم تشوفه على النواحي حتى الاقتصادية، حتى السياسية، حتى الثقافية. يمكن اليوم نشوف تبادل في الأماكن ما بين السوبر الإماراتي السوبر المصري. واليوم جت هذه الاحتفالية ومثلوها نخبة بيّنت أهمية الحدث هذا. سعادتك، اليوم يعني الكل أشاد بهذا التنظيم الكبير من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه التظاهرة الأخوية الثقافية التاريخية. كيف لمستم في سفارة الدولة أصداء هذا الاحتفالية في الشارع المصري، في الإعلام المصري، أيضا شعبيا ورسميا؟ حقيقة هذا السؤال مبهم، لأنك يمكن وصل لك ولمسناه كلنا، تفاجئنا بالاحتفال في الشارع المصري في جميع المحافظات. كيف الشارع بعفوية احتفل معانا بهذه الاحتفالية، ونحن في الداخل شفنا صداها الإعلامي على السوشيال ميديا، يعني تفاعل من الجمهور والشعب المصري كأنه حفلة هو. لا والله يعني تفاجئنا فيه على مستوى جميع المحافظات في مصر، من شباب وفتيات بفعاليات مختلفة، بركوب دراجات أو مراكب أو غيرها من مظاهر احتفالية عفوية. يعني أظهر دائما الشعب المصري يظهر لنا حبه ويتميز باحتضانه لجميع دول العالم، لكن بالأخص مع دولة الإمارات، لأن التاريخ مشترك ومثل ما يقولون نحن دائما شعب واحد. هي نعم.
بلا شك الإمارات ومصر قلب واحد، كل شكر وتقدير الأستاذ صالح جمعة السعدي نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية. أحب أشكرك أخوي حامد، أنت كنت من الناس المتميزين معنا بالأمانة، وإن كان في تقصير سامحونا عليه يعني. الله يسلمك. قصور بياض الويدوم ونحن جنود، الله يطول عمرك، الله يحفظكم. شكرا. إذا دعاء المشهد جميل جدا، رائع، فيه عبق المحبة والتاريخ والثقافة هنا في العاصمة المصرية القاهرة في اليوم الثاني من الاحتفال بمرور 50 عام على العلاقات بين الإمارات ومصر. غدا هناك ليلة مصرية إماراتية بإذن الله تعالى، حفل غناء يحيي حسين الجسمي وعمرو دياب في العاصمة المصرية القاهرة. أعود لك دعاء وعلوم الدار واستوديو مركز الأخبار في أبوظبي. نعم حامد المعشني، موفد قنوات أبوظبي إلى القاهرة، شكرا جزيلا لك. أكد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضرورة اهتمام الأندية الرياضية بغرس وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى اللاعبين والحرص على التنافس الشريف عبر التسامح بين اللاعبين والبعد عن الأنانية والسعي إلى التصافح والروح الرياضية، مشيرا إلى أن الأهم في كرة القدم الأخلاق أكثر من الفوز نفسه، داعيا سموه إلى مواصلة الجهود الكبيرة لتطوير الرياضة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهده ونائب حاكم الشارقة عصر اليوم بقصر البديع العامر الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم المتوج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لموسم 2021-2022، وهنأ سموه نادي الشارقة الرياضي بفوز فريق كرة القدم الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرا سموه إلى أن الأدوار الكبيرة للإدارة وأهمية اللعب الجيد في الفوز وإدخال الفرحة على الجمهور، ومؤكدا سموه ضرورة البعد عن التصرفات الطائشة التي تفسد متعة اللعب من جهة ومتعة المشاهدة من الجهة الأخرى. برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبو ظبي، وقعت الهيئة ومجموعة سفين ذراع الخدمات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي اتفاقية مدتها 3 سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة سفينة الأبحاث البحرية التي تخطط الهيئة لتدشينها قبل نهاية العام الجاري. من جانب آخر ولتعزيز الدور البحثي للسفينة وبناء القدرات وتمكين الطلبة والباحثين في مجال البحوث العلمية، تم التوقيع كذلك على 3 مذكرات تفاهم بين هيئة البيئة أبو ظبي وكل من جامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة أبو ظبي بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير، وسيشمل التعاون كذلك مراجعة المنشورات البحثية من قبل نظراء مختصين لتقييمها، فضلا عن تبادل المعارف من خلال مشاركة ونقل أحدث الدراسات البحثية والنتائج ذات الصلة بالبيئة في إمارة أبو ظبي. استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في واحة الكرامة معالي كارني هامر مستشار جمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض مستشار النمسا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد وتجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم. وفي ختام الجولة قام المستشار النمساوي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يكرم الفائزين بمبادرة عروض الابتكار. مصر والإمارات 50 عاماً قلب واحد. تغطية خاصة على قناتي أبوظبي والإمارات. علوم الدار في كل دار متواصلة، وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، ويشهدان تبادل اتفاقية شراكة استراتيجية. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. كرم مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد الابتكار الفائزين بمبادرة عروض الابتكار. المزيد في التقرير التالي. مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع صندوق محمد بن راشد للابتكار كرم الفائزين بمبادرة عروض الابتكار، المبادرة التي تهدف إلى دعم المبتكرين وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم أمام لجنة من الحكام والمتخصصين لتبنيها والاستفادة منها في إيجاد حلول للتحديات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. من شركة نبني للتعامل الإلكتروني عبارة عن منصة إلكترونية تتيح للمستخدم أن يطرح احتياجه متعلق بالبناء أو الترميم أو ما شابه ذلك في منصة واحدة، والشركات في المقابل ممكن أنهم يقدمون عروض أسعارهم ويختارون المشروع أو خطة المشروع الأنسب لهم. الحل الذي قدمناه في هذا المشروع اسمه Act Inside، نحلل من خلاله البيانات المتعددة لفهم سلوكياتنا وكيف تؤثر في التغير المناخي. وستتاح الفرصة أمام الفائزين للالتحاق بمسرعات صندوق محمد بن راشد للابتكار للشركات الناشئة الذي تم تصميمه لتعزيز الأعمال وفرصة الحصول على التمويل للمشروعات من الصندوق. مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي يحفز الأفراد والشركات والمؤسسات على الإبداع في جميع جوانب العمل الحكومي. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميتي، دبي. والآن مع جولة للأخبار من كل دار توردها لكم مختصرة أميرة البلوشي. استعرض المشاركون في اجتماع الشبكة الحكومية للرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة نماذج من استراتيجيات وخطط حكومية تمت موائمتها مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. وتم خلال الاجتماع عرض استراتيجية وزارة الداخلية لجودة الحياة الأمنية والخطة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى أحدث مستجدات الاستبيان الوطني لجودة الحياة 2022. أطلقت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي اليوم تطبيق حماة الوطن الخاص بمشروع بطاقة حماة الوطن الذي أطلقته الوزارة في عام 2015 لخدمة أبناء القوات المسلحة، وذلك خلال احتفالية خاصة نظمتها الوزارة لتكريم الشركاء المساهمين في المشروع في فندق نادي ضباط القوات المسلحة إرث في أبوظبي.
احتفلت مؤسسة كلمات بتفعيل الترخيص الذي حصلت عليه من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات للاستفادة من معاهدة مراكش التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لإعداد نسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضع في البصر. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في الاقتصاد. جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي والذي يؤكد نمو أعماله. أنت ليس بغريب على هذا الموقع، فأنت ابن شيخ زايد المؤسس، وأنت شقيق المرحوم الذي حمل الراية من بعده. عاشرناك خلال هذه المدة وهي مدة عصيبة، نحن بجانبك في هذه المسيرة. إن شاء الله دولة الإمارات وشعبها في مأمن وفي موقع، الحمد لله على بركة الله إن شاء الله. ونبارك لك ونبارك لأنفسنا بقيادتك لنا برئاستك دولتنا. ربي يوفقنا لما فيه خير البلاد. وهلا مصر والإمارات قلب واحد. إلى جولة من الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي. أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2021، تضمن إنجازات وإجراءات الجهاز خلال هذه الفترة، واعتباراً من 31 من ديسمبر لعام 2021، كانت معدلات العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لمدة 20 و30 عاماً على أساس نقاط الأساس 7.3% و7.3% على التوالي، وبينما كان عام 2021 عاماً جيداً فيما يخص عائدات جهاز أبوظبي للاستثمار، فقد شهد زخماً متنامياً في تنفيذ رؤية الجهاز للمستقبل، وحقق تقدماً كبيراً في عام 2021 فيما يخص تنفيذ الأولويات المؤسسية، حيث اتبع مقاربة أكثر منهجية في تحديد واستغلال الفرص. تعاونت شركة بروج BLC بروج، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة، في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة مع شركة رافاغو الرائدة في مجال إعادة تدوير مواد البولي أوليفينات الخام لإنتاج وتسويق حلول مستدامة لعملائها. ويساهم هذا التعاون في تمكين بروج من تلبية احتياجات الأسواق النامية للمنتجات الثانوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها لخفض البصمة الكربونية للتطبيقات المصنعة.
رحبت الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية الشقيقة وصندوق النقد الدولي والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان. هذا وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر يمتد لمدة 6 أشهر تصل كلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر. بدورها أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية. وفقاً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي المستثمرون المصريون في المركز 9 ضمن قائمة أفضل 10 جنسيات مستثمرة في السوق من حيث قيمة التداولات. وأظهرت بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين المصريين جاءوا في المركز 3 في قائمة أكثر الجنسيات العربية المستثمرة في السوق خلال هذا العام، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها 1.55 مليار درهم مقابل بيعهم أسهما بقيمة 1.590 مليار درهم. علوم الدار في كدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، ومع ختام نشرتنا نبقى وإياكم مع أغنية بسمة أمل والتي قامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإنتاجها بمشاركة فنانين من دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة. يشاركهما في الغناء أصحاب الهمم من البلدين، وذلك احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية. دمتم في رعاية الله. احنا فرحة احنا ضحكة بالسعادة نلتقي، احنا بسمة احنا نعمة انعم الله بها عليك. حبنا من كل قلبك، حبنا كل ما فيك، شدنا وخدنا جنبك، ضمنا ما بين ايديك. انتوا بسمة امل، انتوا جنة، انتوا شمعة حب نورها لينا، انتوا مع بعضكوا زي ما احنا، الاخوة والمحبة راسخة في